كنشكر الاستاذ عائد دلال المروشي على هذه الورشه والاستاذ عبد الله الساوره، واستفدنا كثير من هذه الورشه بحيث كتعد المسرح شي حاجه مزيانه خاصو ينتشر في المدارس وفي القرى وداك الشيء، حيت المسرح شي حاجه اللي عظيمه زعما شي حاجه بزاف، وكتحكي حتى من المسرح بالجانب الفني والجانب الديني صافي.